مرحبا أعزائي الطلبة، اليوم حنكمل في الـ Nutrition Epidemiology وحنطرق موضوع كتير مهم وهو الـ Meta Analysis. كيف أنت ممكن لما تتخرج يكون عندك القدرة على كتابة الـ Meta Analysis؟ شو هي الـ Meta Analysis وكيف ممكن نكتبها؟ اليوم حنعرف في المحاضرة هذه إن شاء الله كيفية القدرة على كتابة الـ Meta Analysis وشو الاشتراطات اللي لازم تكون موجودة فيها. حنقدر نعرف كيف نعمل ريفيو سمري لكل الليترتشرز اللي بتختص في قضية أو موضوع ما. طريقة الميتا أناليسز عن طريق ليش أنا بدي أعملها وكيف بدي أعملها، شو الفاليديتي اللي ممكن أنا أجدها لما أعمل ميتا أناليسز بخلاف السنجل ستاديز، شو الاحتمالات والاعتبارات أثناء إعداد اي ميتا اناليسيس، شو مبدا الميتا اناليسيس وشو الهيستوريكال لاند ماركس اللي مرت فيها عمليه تاسيس علم الميتا اناليسيس. كمان هنعرف في المحاضره هذه شو هي البرنسبلز والبروسيجر اللي انا لازم اتبعها لما اجي اكتب ميتا اناليسيس. هل بتطلب مني انه اعمل ديفلوبينج وديفاينينج للريسيرش كويشن، وشو الطريقه المتبعه في عمليه تصميم الدراسه. ايضا هنفهم استراتيجيات البحث، كيف انا بدي اعمل استراتيجيات للبحث حتى اطلع الليترشرز اللي هي انا معني جدا فيها، شو المصادر اللي ممكن ابحث فيها. وحنعرف كمان كيف ممكن اعرف اعمل سيلكشن لسيرتن ريليفنت ستاديز، وكيف ممكن يكون في عندي عمليه الكوليكشن اوف ذا داتا، وايش المخاطر اللي ممكن تحدث اثناء عمليه الميتا اناليسيس زي البايس، وايش كيف ممكن اعمل داتا اناليسيس وداتا بريزنتيشنز للريزلتس، وكيف ممكن اتجنب اي بايس يطلع معايا زي الريبورتنج بايس، شو الستاندرزيشنز وشو الفاينل ريماركس هتكون معانا. يس طبعا عملية الميتا اناليسيس هو علم يعني فائق وعلم حديث، وأغلب الباحثين القويين بيقوموا بعمل ونشر في المجلات العلمية المرموقة ريفيوز، وهي بتكون عبارة عن تلخيص للعديد من الدراسات السابقة المترابطة بالموضوع اللي هو الباحث يقوم في استكشافه. الريفيو سامريز هي عملية مش سهلة وبتتطلب مهارات عديدة، وأنا بدي أحكي لكم هناك أكتر من نوع من الريفيوز. ممكن أعمل ريفيو عادي، بجيب مقالة مقالتين ثلاثة بقرأهم بشكل جيد وبولد فكرة عن طريق موضوع معين. يعني مثال صغير، إحنا اليوم في زمن الكورونا وسهل جدا أي واحد يجيب مقالتين ثلاثة تم نشرهم حديثا عن علاقة التغذية بالجهاز المناعي ومكافحة فيروس الكورونا. هذا بسموه ريفيو، ميني ريفيو ممكن يكون كمان، يعني ممكن يكون صفحة واحدة، وممكن يكون هذا الريفيو يتطور لشيء أكبر منه اللي بسموه الناريتيف ريفيو. والناريتيف ريفيو هي عبارة عن إنك كيف تعمل تجيب البرايمري ستاديز وكيف توصفها بشكل جيد، وممكن يكون عدد تقريبا 7 8 10 سكة. بالنسبة للسيستماتيك ريفيو، السيستماتيك ريفيو بتختلف انك انت بتروح بتعمل نقد بناء لكل الادلة الموجودة، وانت هيك بتروح بتعمل فك لرموز قضية مش مفهومة بشكل جيد. يعني على سبيل المثال، ممكن انا اجي احكي واعمل سيستماتيك ريفيو واشوف الدراسات اللي تم نشرها بعلاقة اكل غذاء معين وانتشار فيروس الكورونا. إذا أنت أثبتت في السيستماتيك ريفيو تبعتك إنه اللي بياكلوا الخفافيش وشربتها صار عندهم كورونا فيروس، فأنت هيك أكدت سيرتينتي معينة وحليت معضلة ما كانتش موجودة، ما كانتش مفهومة قبلا. فالسيستماتيك ريفيو برضه نوع متقدم جدا من المراجعات والكتابات الجيدة. تتطور الإشي هذا حابب يسموها الميتا أناليسيس. الميتا أناليسيس هي عبارة عن أنت بتجيب دراسات وبتاخدها من ناحية إحصائية، وبتروح بتجمع كل الدراسات اللي كانت مفردة
وبتروح بتأكد من اتجاه تأثير مثلا علاج أو عقار، أو يعني بدي أحكي لكم مثال صغير. لو بدنا نشوف علاقة فيتامين سي بالتحفيز الجهاز المناعي، بروح بجيب أكثر من مثلا راندومايز كلينيكال تراين عملت ب 500 مللي جرام، 1000 مللي جرام، مدة شهر شهرين، وبروح كلهم بجمعهم وباخدهم من ناحية إحصائية بناء على يعني استراتيجية معينة، وبقوم بعملية إعادة النتائج بشكل جيد وبحطها في سنجل استيميت. هذا بحسن بشكل كبير لفهمنا لتأثير المعالجات اللي ممكن تحدث في كل تجربة لحالها، وهذا بقلل بشكل كبير من احتمالية يقع عندي التايب 2 ايرور اللي هو الفولس نيجاتيف ريزلتس. فعشان هيك انا كتير منيح انه اعمل ميتا اناليسيس، هيك انا بقوي بشكل كبير من العلم تبعي، وبقدر عن جد اعطي very strong nutritional evidence based science. الاكسبلوراتوري اناليسيس هي بتكون انت في نفس المجموعات بتاخد سب جروبس وبتشوف احتمالية انهم يكون لهم استجابة او ردة فعل لعلاج معين من نفس الدراسات اللي انت اخدتها، وهيك انت ممكن تولد اشي جديد بتعلق ب research questions، وممكن تقول لهم روحوا انتوا اشتغلوا على الموضوع الفلاني في المجموعة الفلانية اللي فيها جين كذا. هيك هذا بسموها نوع من الاناليسيس الاكسبلوراتوري، وهذا اشي طبعا very high level of evidence، ويكون طبعا يعني اشي واعد promising بشكل قوي جدا. السيستماتيك ريفيو يا جماعة هي عبارة عن انه انا بجيب كل الادلة اللي موجودة، كل الدراسات اللي بتتعلق في موضوع ما طبقا لبعض المعايير اللي انا باخدها. هذه المعايير اذا انا اخترتها بشكل جيد بستطيع انه اجيب على اسئلة مخصصة ومحددة بشكل واضح. طبعا انا بستخدم هان طريقة واضحة جدا ومنظمة للغاية في عملية تقليل اي بايس ممكن ينتج عنه. طبعا انتم عارفين البايس خطير جدا، خاصة في كتابة التقارير، في عملية توليد الفكرة، في عملية التحليل الاحصائي، في عملية selection of criteria, selection of sample etc. فانا لما استخدم systematic review انا بقدر اقلل بشكل واضح من عملية selection of the paper، خاصة لما يكون ال research paper selection bias. شو بتميز systematic review؟ systematic review هي عبارة عن انا بحط اهداف واضحة جدا ضمن criteria واضحة جدا اللي هي eligibility criteria لأي دراسة لازم تخش معايا. هل هذه الدراسة مسموح eligible to involved in my study؟ if not eligible غير مطابقة وغير مسموح لها بعملها exclusion، بطيرها، ما بدي اياها، ما بلزمني، بكنسل عليها فورا. اما اذا كان والله طبقا للبري ديفايند اليجيبل كرايتيريا موجوده معها بحط معها، ما في مشكله. طبعا هذه طريقه كتير قويه جدا وكتير ناجعه وفعاله، وبتاخد منها اشياء كتير كويسه. هي عباره عن طريقه بتم فيها عمليه التعرف على كل الدراسات اللي طبقا للمعايير اللي انا حطيتها اللي بتختص في اجابه عن سؤال محدد جدا. هذه الطريقة لو أنا استخدمتها بقدر أعمل فيها إنه كل الدراسات اللي تم نشرها بتاريخ من فترة لكذا لكذا اللي بتعالج أو يعني بتحل موضوع معين بتم جمعها ووضعها في بول معينة، بركة كبيرة. هذه البركة بتروح أنت بتعمل عملية تقييم واضح لكل النتائج اللي تمت داخل تلك الدراسات. طبعا بعد ما تاخد كل هذا بنعمل عملية عرض للنتائج بشكل منظم، وايضا توليد فكرة معينة لأهم النتائج اللي تم التحصل عليها. في كتير من systematic review بيكون فيها ميتا اناليسيس. تصور قديش بتكون قوتها هذه. يعني الميتا اناليسيس بتعمل لراندومايز كلينيكال ترايلز،
وبعد ما عملت ميني اناليسيس لخمسة عشر عشرين راندومايز كلينيكال ترايل وصار في عندي 3-4 ميتا اناليسيس، بروح الزلمه بجيبهم وبيعمل سيستماتيك ريفيو، تصور قديش بتكون هذه قوتها. هذا بيكون فيري سترونج ستاتستيكال ميثودز، انت بتقدر تعمل فيها تلخيص لاهم النتائج لدراسات منفردة لحالها، وكمان بتعطيك تقديرات قيمة جدا ودقيقة لأهم الأوتكمز اللي ممكن تحصل عليها، اللي ممكن تم الحصول عليها داخل تلك الدراسات، وبسهل بشكل كبير عملية الفحص وعملية إيجاد توافقية في النتائج وتوافقية في الدلائل اللي ممكن تكون عبر الدراسات المختلفة، وممكن أيضا يستطيع الباحث إيجاد الفروقات ما بينهم. فالسيستماتيك ريفيو هي شيء قوي جدا، ولكن الأقوى منه حيكون طبعا أكيد الميتا أناليسيس. شو الفرق بين تراديشنال ريفيو اللي بنعملها عادي وبين السيستماتيك ريفيو اللي هي طبعا فيري سترونج ايفيدنس كومبيرينج وذ ذا اذرز ريفيو؟ التراديشنال ريفيوز بيكون ما في عندنا كلير هايبوثيسيس، ما في عندنا فرضيه واضحه جدا، لكن السيستماتيك ريفيو بيكون فيري سترونج كلير هايبوثيسيس. يعني بدي احكي لكم بشكل واضح، في عندنا ممكن انا في التراديشنال ريفيو عادي بدي اشوف شو علاقه مثلا فيتامين سي او علاقه الاعشاب بتقوى الجهاز المناعي، بدي اشوف في علاقه ولا فيش، ما في عندي نظريه فرضيه واضحه، لكن في السيستماتيك ريفيو بدي اكون فيري سبيسيفيك، هناك بدي اقول شو علاقه مثلا هيرب معين او عشبه معينه علاقتها بعمليه اندكشن اوف الاميون فاكتورز ان يور بودي. ففي عندي هايبوثيسس وواضحه جدا انه نتيجه تناول بعض الفانكشنال فودز او جروبس وبيوكيميكال فانكشنال بيوكيميكال ايجنتس ممكن تلعب دور كبير في عمليه تحفيز تنشيط برودكشن اوف فاجوسايتوسيس مثلا. ففي عنده فرضيه وبيعمل سيستماتيك ريفيو عليها. طبعا في السيستماتيك ريفيو في فورمال رولز واضحه جدا في عملية اختيار البيبرز، أنا بختارش أي بيبر إلا لما يكون في عندي معايير واضحة جدا، مثلا تاريخ النشر، بعض الكلمات الاستهلالية أو الاستفتاحية اللي بتكون داخل كل دراسة، اشتراطات معينة في عدد المشاركين في الدراسة، اشتراطات معينة في مدة الدراسة. لكن بالنسبة للتراديشنال ريفيو ما بيكون في عندنا قواعد واضحة أو رسمية في عملية اختيار، أنت شو ما بيع عندك دراسات بتحطها وما انت ملزم بانك تتابع كل الدراسات اللي هي موجوده، لكن هان you should follow very formal restrict rules regarding of the paper selection. بالنسبه للسيستماتيك ريفيو بيكون كل الببلش والنون ببلش ستاديز انفولفد، يعني حتى ممكن دراسات غير منشوره ولكن انت تم الحصول عليها من اصدقاء، من مؤتمر، من موقع غير يعني لسه ما نشره لكن حطه في موقع الكلية أو الجامعة لكن ما تم نشرها بشكل واضح في مجلات علمية محكمة، تستطيع أن تدرجها داخل السيستماتيك ريفيو. هان بصراحة ما في عندنا أي قاعدة أو يعني رؤية واقعية في عملية اختيار الببليكيشنز، أي شيء موجود تحصل عليه عبر الإنترنت ممكن تحطه ويتم نقاشه. هان في عندنا clear description of the study types، بتوضح بالضبط ايش نوع الدراسة، هل هي randomized clinical cross cohort study whatever، وشو الكلير انكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا، شو المعايير اللي تم اختيارها لازم تحطها بشكل واضح. هان ما في عندنا الاشي هذه، هي سنجل ستاديز بحطها، ممكن في ناس في اشياء ممكن يكون انكلودد وممكن اشياء يصير دروب اوت لها، يعني في دراسات ممكن تحطها في دراسات ممكن حتى حسب مزاجك، ما حدا ملزمك بشيء هان، لكن هان لازم يكون ملزم. وليش انت شلت الدراسة هذه؟ شو الاكسكلوجن كرايتيريا؟ انا حطيت 20 دراسة ورفضت 400 او 300، حطيت ال 30 لانهم كانوا متطابقات في 1 2 3، وعملت اكسكلوجن ل 400 لانهم كانوا فيهم 1 2 3 4، سامبل سايز، نوع الدوز، الديوريشن اتسترا. السيستماتيك ريجستريشن اوف ذا ميثودز هذا كثير مهم، يعني ايش الطريقة المستخدمة في عملية الريجستريشن للدراسات، وفي هل هيتيروجينيتي عندي وفي بايس، كل الامور هذه بكون واضح جدا وحاططها في داخل السيستماتيك ريفيو. لكن هان لا، الميثودولوجيكال ديفرنسز ما بحطها وما معني فيها جدا، انا باخذ اهم شيء الفايندنجز تبعت الريفيو السنجل ارتكلز او الستديز
وبروح بحطها. لكن هان لا، انت لازم تكون واضح جدا في طريقة الميثودولوجي اللي استخدمتها كل دراسة، هل في هيتيروجينيتي ولا لا، وهل في باياس كان موجود وانت لاحظته كباحث او لا. الكونكلوجن هان بكون معتمد بشكل واضح على الكونفنسنج ستاديز ريزلتس، لكن هان بكون في عندي طبعا انسفشنسي ديفرنسز بتوين البلاوشبل وبتوين الداوتفول ستاديز. انت هان تستطيع بشكل واضح انك تحط الدراسات القوية الكونفنسنج ستاديز وكمان النتائج تبعتها، لكن هان بصراحة حيكون عندك يعني صعوبة بالغة في عملية التفريق ما بين الدراسات المش قوية اللي فيها شك واللي ممكن تكون عرضة ليصير فيها بايس. الميتا اناليسيس ليش انا بعمله وشو اهميته؟ شو اللي خلانا نفكر بشكل جدي انه نعمل ميتا اناليسيس؟ ليش اجمع عديد من الدراسات واروح احللها واطلعها بشكل جديد؟ هل هناك مشكلة في السنجل ستاديز؟ يس. هل فاليديتي تبعت الستاديز هذه بتكون فيها نوع من الليميتيشن فبيأثر بشكل واضح على مصداقيتها وعملية انه اعممها على الدراسات تبعتي؟ يس. فعشان هيك فكروا العلماء انه يعملوا ميتا اناليسيس، بجمع عديد من السنجل ستاديز وبروح بعيد ترتيبها احصائيا وبشوف اذا كان في بايس بروح بشيله، اذا كان في سيلكشن بايس بعدله، وبالتالي بجمعهم مع بعض وبشوف الاستيميت تبع الدراسات وين رايح، وهيك انا بعطي very strong validity وبقدر اعمل generalization للاستيميت تبعي بشكل واضح. بشكل عام اي دراسة single study بيكون فيها بعض limitation. limitation بتكون ان في صعوبة بالغة انه اي دراسة مفردة تستطيع انه تقوم بعملية تحديد إن اذا كان في فرق ما بين التأثيرات لأكثر من معالجة. يعني ممكن اجيب انا فيتامين سي 100 ملي جرام و 500 ملي جرام واجربهم على اشخاص، انا صحيح ممكن يعني اشوف انه في افكت او لا، بس مرات بكون في صعوبة بالغة اذا كان اقدر اعمل ديتكت او اكسكلود للديفرنسز في الافكت. فعشان هيك اذا في صعوبة بالغة عندي في توضيح الاختلافات التأثيرات النتائج اللي ممكن تحدث بعد عملية تدخل إذا كانت تجربة واحدة، فأروح أنا بجمعهم وبشوف الديفرنسز بشكل أوضح. حتى لو كانت هذه طبعا التأثيرات يعني ذات دلالة سريرية قريبة جدا، يعني ممكن. فعشان هيك الترايل ممكن ما تبين لنا significant treatment effect، وهذا على فكرة دائما بصير كثير. في ناس تعمل تجارب راندومايز كلينيكال ترايل وحتى يعني دبل كلاين دبل بلايند وبلاسيبو اتسترا، بس مرات ما بلاحظ من ناحية احصائية التأثير تبعت التريتمنت، وممكن على فكرة يقول there is no significant مع انه فيه بس مش قادر هو يعمل له detection، ممكن عشان السامبل سايز، ممكن duration، ممكن ما صارش compliant اتسترا، فبعطينا false negative results، وهذا طبعا خطير جدا. هو النوع الثاني من الخلل او type 2 error. فعشان هيك انا كتير مهم عندي انه روح افكر جديا في عملية الميتا اناليسيس اللي انا بستبعد هان كل المشاكل اللي تحدث نتيجة عدم قدرتي على تحديد الاختلافات ما بين التأثيرات الناجمة عن المعالجات او الانترفينشنز. كمان من المشاكل اللي ممكن نواجهها في التايب 2 ايرورز انها هي كتير منتشرة، بيعطينا نيجاتيف فولس ريزلتس. طبعا الاسباب اللي ادت الى حدوث ذلك زي ما حكيت عدد الاشخاص او المشاركين في البحث بيكون قليل جدا، استخدام طبعا الباور تبعتها بتكون فيري لوور، وطبعا اذا كان اللوور تبعها كتير قليل الباور حيكون في عندي ميسنج للافكت، خاصه لما يكون اكثر من 20%، وبالتالي حيصير عندي مشكله كبيره في معرفه التاثير. السامبل سايز مرات فيها مشكله كبيره في اختيارها، وعلى فكرة في كتير تجارب بتكون فيها مشكلة في اختيار السامبل سايز. طبعا انتم بتعرفوا انه في هناك equations خاصة في عملية تحديد السامبل سايز. السامبل سايز للستدي للراندومايز كلينيكال ترايل بيعتمد على الانسيدنس والبريفالنس وعدد السكان، وفي equation خاصة بيتم ادخال فيها البيانات وبيطلع لك في الاخير قديش الكالكوليشن. في اونلاين سامبل سايز كالكوليترز
ممكن تدوروا عليه وتشوفوه، وهو بحدد لك بشكل جيد وقوي شو نوعية الدراسة وشو كمان كيفية تحديدها للعينة. ميتا أناليسيس ليش أنا بستخدمه ومتى أستخدمه؟ طبعا هناك العديد من النظريات والفرضيات اللي بنشوف فيها تأثيرات معينة ممكن تحدث على أي شخص، ولكن احنا بشكل واضح وصريح بدنا نشوف إنه الفرضية تبعتنا هل تم تحقيقها أو لا، هل هي حقيقية ولا مش حقيقية. الديسيجن بناء على الفحوصات اللي تمت، هل تست سايت ذات ذا نل هايبوثيسيس انه استمر معها واصدقها ولا اعملها ريجكشن ولفظ ورفض للفرضيه. والله اذا كان ديسيجن انا للفرضيه الصفريه تبعتي بدي استمر فيه وكان فعليا النل هايبوثيسيس از ترو، فبكون انا عملت هيك رايت ديسيجن مع احتماليه من 1 ناقص الفا، وطبعا هذا اشي كتير كويس. تصور لو انت اخذت انه تيست انه النل هايبوثيسيس It is انت مفكرها انها موجوده ولكن هي طلعت في الاخير فولس نيجاتيف ديسيجن، هيك بسموه البيتا تايب 2 ايرور، وهذا كثير من الباحثين بيقعوا فيه نتيجه زي ما حكينا السامبل سايز بيكون قليل. طيب انت عندك فرضيه صفريه وتم لفظها مع انها كانت صح، هذا بسموه الفولس بوزيتيف ديسيجن اللي بسموه الفا اللي هو تايب 1 ايرور. اوكي، وطبعا احسن شيء انه اعملها ريجكشن وهي فعلا بتكون خطا، فهذا بسموه الرايت ديسيجن وذ بروبابيلتي 1 ماينس بيتا، وهذا هو بودينا الباور تبعتنا قديش. فانا مهم جدا يا جماعه اعرف انا شو القرار الصحيح تبعي، وهذا كله بيعتمد بشكل كبير لو انا اخذت عينات سنجل ستاديز، ضيعت كل البايس وشفت كل المواضيع اللي كانت تضعف تلك النتيجه واللي خلت السايز والافكت تبعي ما يكونش واضح. لو جمعتها وعملت تحليل احصائي جديد وشفت عملت الاستيميت صح، هيك بكون انا فعليا قدرت انه استطيع اعمل very strong evidence لاشي معينة وكانت عندي الباور عالي وتجنبت الايرورز اللي ممكن اقع فيها نتيجة الخلل الواضح في اختيار العينات او بعض الكونفاوندينج فاكتورز اللي ممكن تظهر اثناء الدراسة. هذا مثال بوضحنا التست فور افيكاسي اوف تريتمنت، بدي اشوف انا يعني كيف في فعاليه في التريتمنت او لا. الديسيجن تبعتك الانفستيجيتور اللي هو الباحث بيزد اون ذا تيست ريزلت كان بشكل واضح التريتمنت از ان افكتيف، لكن التريتمنت از نوت افكتيف سو there is no effect is found. طبعا no wonder طبعا treatment has no effect لانه اصلا ما في كان اي تاثير فعلي. هان the treatment is effective بس هو شافها ineffective، فطبعا هذا the efficacy of the treatment is not recognized، ما قدر يشوف تاثير المعالجه فوقع في التايب 2 ايرور اللي هو false negative results. كان هان investigator كان obviously treatment is effective بس هو خطأ راح فكر انه the efficacy of the treatment is assumed، فطبعا هان وقع في الخطأ رقم واحد type 1 error. هان treatment is effective ولكن treatment كان ايضا effective so the effective is found though no wonder treatment is effective، وهان الباور تبعتنا بتكون واضحة جدا. فانت مهم جدا تعرف انه كيف تستخدم عمليه الكوليكشن اوف ذا داتا، وهذا كمان ممكن السايد افكت هذا كان تبع الافيكاسي وهان نفس الشيء اذا كان بالنسبه للسايد افكتس تبعتنا. هان بوضحنا انه كلما زودت السامبل سايز بقلل بالتايب 2 ايرور، تايب 2 ايرور اللي هو بتكون انت عندك انه شايف نو سايد افكت او نو افيكاسي ولكن ذير از ار سايد افكت، فانت خطأ رحت فكرت وما حددت وما قدرت تميز الاشي هذا. الجيد عندنا لو انا استخدمت وزودت السامبل سايز، كلما زودت السامبل سايز كلما قللت من تايب 2 ايرور بشكل واضح وكبير. شايفين؟ هي الفرق ما بين تايب 2 ايرور لما تكون السامبل صغيرة، لكن لو زودت السامبل سايز بكون عندي احتمالية انه اقع
في التايب 2 قليلة جدا نتيجة انه السامبل سايز از انف. طيب هلا بنشوف ايش الميتا اناليسيس وايش الكونسبتس تبعتنا اللي ممكن استخدمها. زي ما حكيت لكم السيستماتيك ريفيو هو عبارة عن اي دراسة بستخدمها ضمن استراتيجيات معينة لتقليل البايس. مرات بتكون محتوية داخل السيستماتيك ريفيو على فورمال ميتا اناليسيس ومرات لا، ممكن دراسات وممكن يكون ميتا اناليسيس، بس اذا كان محتوية السيستماتيك ريفيو على ميتا اناليسيس هذا معناتها انها فيري سترونج سيستماتيك ريفيو. الميتا اناليسيس هي احتمالية انه اجمع اكثر من سيستماتيك ريفيو داخل دراستي واكثر من سنجل ستادي، وبعملها مرة اخرى اعادة تحليل احصائي وتحليل للبيانات بشكل منفرد لكل دراسة، وبعدين بحدد قوة التأثيرات والإفكتس والإفكاسي والسايد إفكتس والسترا، وبشوف وين الاستيميت رايح بشكل جيد. الميتا طبعا بتوضح الليتر معناها باللاتيني الأشياء اللي تحدث ما بعد، هي مور كومبرهنسيف وكثير شاملة، وبصراحة يعني أنا بفضل أنك كباحث أو ريسيرشر تنشر يا إما راندومايز كلينيكال ترايل يا إما سيستماتيك ريفيو ل أو ميتا أناليسيس لراندومايز كلينيكال ترايل. يبقى كلينيكال ترايل هي إعادة تعديل وتحديد للإجراءات الإحصائية المستخدمة لكل دراسة على حدة، وبالتالي بجمعهم وبروح بشوف وين الريسيرش كويسشن وبجاوب عليها بشكل جيد. كمان بستخدم عملية التلخيص الإحصائي للدراسات المنفردة وبجمع البيانات تبعتها، وبصل في الأخير للإستيميت اللي أنا بدي إياه اللي بسموه سينجل سامري إستيميت، اللي هو بيكون على شكل جولدن دايجرام. طبعا الافتراضات الواضحة إنه كل دراسة فيها اختلاف في إظهار التأثير تبعت التريتمنت أو الانترفينشن، وطبعا اللي خلى الاختلافات هذه بناء على العلاقات ما بين البابيوليشن بالنفس. لو انت جمعت كل الدراسات هذه وشفت وين الاختلافات وين التشابهات، بتقدر تعطي عن جد individual study estimator صح. فمهم جدا لكل واحد انه يعرف بالضبط شو اللي بيجمعه، شو الدراسات ودرجة الهيتيروجينيتي تبعتها، واذا كان في عندي bias او لا، واذا كان في عندي small effects ما كنت ملاحظها لما اجمعهم مع بعض بقدر اعملها يا اما detection يا اما exclusion، وهيك طبعا بقدر انه احدد التأثيرات بشكل سليم. ممكن اجاوب على الميتا اناليسيس عن طريق الافكت او treatment effect او intervention effect. انا اعطيت مثلا فيتامين سي بدي اشوف تأثيره على المناعة، فانا بجاوب على اسئلة الافكت او تأثير المعالجة او التدخل الغذائي وتأثيراته. عشان هيك لازم انا فيكو عندي general framework of the synthesis of considering four questions، في اربع اسئلة لازم اجاوب عنها حتى استطيع ان اشوف التأثيرات تبعت المعالجات على المجموعات اذا كانت control group او intervention group. What is the direction of the effect؟ بدي اشوف البعض ما عمل ميتا analysis وين كانت اتجاه التأثير، هل كان تأثير ايجابي ولا سلبي، هل كان التأثير انه حفز الجهاز المناعي ولا قلل من الجهاز المناعي، شو حجم التأثير اللي كان نتيجة انك انت اخذت فيتامين سي. اوكي، السؤال الثالث اللي بجاوب عليه في الميتا اناليسيس وهذا كثير مهم بالنسبة لعلاقة التأثير تبع الانترفينشن والافكت تبعه، is the effect consistent across the study or no؟ وهذا السؤال كثير مهم. احكي لكم امثلة بالارقام، لو اخذت انا مثلا فيتامين دي واخذت ما يقارب 15 مايكروغرام بير دي من فيتامين دي لمدة شهر، وبعد فترة لقيت عندي البلد او عفوا السيرم فيتامين دي ليفل از انكريزد وصل لعند 70 نانومول بالليتر. ليش؟ لان انا اخذت لمدة شهر 15 مايكروغرام. هذه في الدراسة ما الدراسة الثانية أخذ برضو 15
بس الإفكت تبعه ما رفعش البلد تبع كل السبجكتس ل70، ضلوا 50. الدراسة الثالثة أخذوا 15 مايكرو جرام من فيتامين دي، والتأثير تبعها برضو كان 30، ما كانش لا 50 ولا 70. معناته there is no consistent across the study، ما في عندي توحد، ما في عندي ترابط، وما في عندي معيار واحد كان في تأثير الإفكت. الإفكت هان ما كانش consistent في كل الدراسات تبعتي. فهذا كتير مهم، الميتا أناليسيس بتوضح لنا الفروقات ما بينهم وليش اختلفوا ما بين بعض. السؤال الرابع: What is the strength of the evidence for the effect؟ كيف اتأكدت انه هو نتيجة انه اخذ فيتامين دي راح ارتفع عنده السيروم؟ شو ال strength تبعت ال evidence تبعتك؟ انه التأثير هو كان نتيجة بس تناول فيتامين دي، او نتيجة انه فيتامين سي راح قوي المناعة، مش الصيام مثلا، مش اكل الفجل، وات ايفر كان القصد. انه هل انت تقدر انك في الميتا اناليسيس بتجاوب على التأثيرات الأربعة بالأربع أسئلة هذه؟ والله إذا قدرت أنت بتكون عملت إشي very strong evidence. السؤال رقم واحد واثنين وثلاثة الميتا أناليسيس بيستطيع يجاوب عنهم من ناحية إحصائية، أما السؤال الرابع فهو بيعتمد بشكل كبير على عملية تقييم كيف التجربة كان الديزاين تبعها وقديش كان في عندي risk bias. والله إذا الباحث اللي بيعمل الميتا اناليسس راح شال كل الريسك بايس الموجود زي السلكشن بايس والبابليكيشن بايس اتسترا، فبكون انت عندك عن جد جاوبت على الاسئله من ناحيه احصائيه، وايضا جاوبت على السؤال الرابع من ناحيه انك انت فهمت بالضبط كيف الديزاين الصدي ونقدته بشكل جيد، وايضا عملت عمليه تحديد لكل البايس الموجود، وبالتالي انت حيدت هيك كل عدم التاكديه اللي كانت موجوده في الدراسات المفرده، وجمعتها في دراسة قوية وضحت بشكل كبير التأثير اللي في الدراسة عندك. تمام. طيب الميتا أناليسيس كمان تستطيع بشكل واضح انها تسمح لنا ان نعمل نقد بناء لكل الإيفيدنسز الموجودة، كل الأدلة الموجودة، وهيك بنحل جزء كبير من عدم التأكد واذا كان في عندنا خلافات واضحة ما بين الدراسات. الميتا اناليسيس كمان بتقلل بشكل كبير من الفولس نيجاتيف ريزلتس اللي هي الاخطاء اللي نقع فيها تايب 2 ايرورز، وايضا بنقلل بشكل واضح وبنمنع من عمليه تاثير الافكتيف تريتمنت انتو براكتس. الاشي كمان كويس انه نحن بنقدر نعمل عمليه توليد للتريتمنت افكت ان سب جروب اوف ذا سبجكت، وهذا كثير موضوع مهم. يعني انا بدي اشوف تاثيرات مثلا فيتامين دي على السيدات، في السيدات نفسهم بدي اشوف اعمل سب جروبس، يعني سيدات حوامل، سيدات لاكتينج وومن، فانت بتقدر تعمل سب جروب وبتشوف التاثيرات على المجموعات المفرده كمان، على السب الجروبس بتاعت السبجكت عندي. هذا كثير منيح لانه انت بتعطيك هيك very strong clear and comprehensive understanding for understanding the effect، مش على الجروبس كمان كلهم اللي عندك، ايضا على السب جروبس اللي موجودين عندك. سبجكت اوف ديفرنت ايجز، سب السكس كمان، وايضا الديجري اوف سيفيرتي اوف ذا ديزيز اذا كان عندهم مايلد مودريت او سيفير سيمبتومز. هذا كثير منيح انه الميتا اناليسيس يستطيع انه يوضح لك الامور هذا بشكل جيد. كمان ممكن يوضح لنا الهيتيروجينيتي ما بين الدراسات اللي هذا في اختلافات موجوده، يستطيع الميتا اناليسيس توضيحها بشكل جيد، وايضا يستطيع توليد فرضيات على الدراسات في المستقبل، هذا حكينا عنها الاكسبلوراتوري اناليسيس، وايضا يسمح في عمليه حساب السامبل سايز اللي ممكن انا بحتاجها للدراسات المستقبليه. شفتوا قديش ما اروع الميتا اناليسيس وايش ممكن انا بستفيد منه كريسيرشر، مش على 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 المستوى الفردي، ايضا على المستوى الكبير جدا في يعني الدراسات. مثلا لو بدي اعمل تأثير الوجبة البحر متوسطية على حدوث الكارديوفاسكولار ديزيز among Palestinian living in Gaza، بدي اعمل فرضية زي هيك، بدي اشوف انا بدي اعمل الميتا اناليسيس ممكن تحدد لي بالضبط شو الفرضيات اللي ممكن تكون في الدراسات السابقة، وايضا كيف ممكن احسب حجم العينة اللي بدي اجرب واحدد فيها الفرضية، وبقدر كمان اعرف التأثيرات ما بين الرجال والسيدات والأعمار المختلفة
والحده المرض تبعت الكارديوفاسكولار ديزيز بشكل واضح. يبقى ليش نحن بنعمل ميتا اناليسيس؟ الميتا اناليسيس ممكن نلخصها بعملها للاسباب التالية. اول شيء انه انا بزود الباور، ونحن حكينا الباور مهمه جدا ان اعرفها. اذا عرفت الباور تبعت اي دراسه فهيك انا بكون عن جد قدرت يعني يكون في عندي strong evidence, nutritional based evidence. The chance of detecting a real effect as statistically significant, it is exist. يعني إذا كان موجود أي تأثير لأي معالجة أو treatment أو intervention على مجموعة معينة من الناس، لو أنا استخدمت الميتا أناليسس بستطيع فعليا تحديده حتى لو كان حجمه صغير، حتى لو كان السامبل سايز صغير، لانه انا بعمل كومبايننج ما بين، واذا عملت كومبايننج للافكت بقدر اشوف وين رايح. ايش الثاني؟ انه يعني بديل قوي جدا للاكسبيرمنتال ستاديز. فانا بعمل انكريزنج الباور وبالتالي بقلل بشكل كبير من احتماليه انه انا ما اقدر اشوف الافكت، وهذا بكون بديل لل ان اعمل راندومايز كلينيكال ترايل كبيره ومكلفه. فهيك انا بوفر مصاري وبزيد القوه وبشوف التاثير وين رايح. بقدر اعمل امبروف للبريسيجن تبعتي، والبريسيجن كثير مهمه خاصه انه لما يكون السامبل سايز عندي قليله، فانا طبعا باخذ معلومات جيده لانه انا جمعت اكثر من سامبل سايز. يعني التجربة الأولى كان فيها 10، الثانية فيها 30، الثالثة فيها 40، والله لما جمعته مع بعض صار حجم العينة مثلا 150. فهيك بعطيك أنت بريسيجن كثير واضح، دقة عالية جدا في تشخيص الإفكت بشكل واضح. وكمان بستخدم الميتا أناليسيس في عملية الإجابة على أسئلة لم يتم الإجابة عنها في الدراسات المفردة. يعني أنا بدي أشوف تأثير فيتامين دي على المود مثلا، او على الانتحار في الشتاء. ممكن ما التجربة الواحدة ما بتجاوب عليها، لكن لما انا جبت 20-30 تجربة وجمعتهم مع بعض فانا عن جد بقدر اجاوب على اسئلة. والله بقول انه الناس بتاخد فيتامين دال في الشتاء بقلل من احتمالية التفكير عند لهم انه يعمل انتحار، او بتقلل من حالات الاكتئاب الدبريشن عندهم. فهيك انت بتقدر تجاوب على اسئلة كان صعب جدا الانديفيدجوال ستاديز تقوم بالاجابة عنها. To contribute to the generalizability of the study results. حكى لكم دكتور خالد أكثر مرة أنه هناك صعوبة بالغة لما تكون حجم العينة في أي دراسة يكون قليل أنه أقدر أعمل تعميم عليه، ما بقدر أعمم. يعني مثلا جبت 30 واحد في غزة وأعطيتهم وجبة بحر متوسطية، والله وقعدت أتابع معهم 5-6 سنين، بعطيهم وجبة بحر متوسطية بخليهم يلعبوا رياضة ما يدخنوش وياخدوا أكل صحي. بقدر اقول انا هم 20 او 30 واحد انه اللي بياخد بس الوجبه لوحده مستحيل يصير عنده امراض الكارديوفاسكولار ديزيز، ما بقدر لانه حجم العينه قليل. لكن لو جبت 30 هان في غزه و30 في ايطاليا و30 في امريكا وجمعتهم مع بعض كلهم واعطيتهم نفسهم كلهم وجبه بحر متوسطيه وحددت كل الامور اللي ممكن تؤثر على ميزان التدخين، ما كانوش يدخنوا، ما كان يلعب ولاده بانتظام، كان فيش عندهم ستريس، فبقى انا بقدر عن جد اعمل جنراليزيشن للستادي ريزلتس تبعتي. بقول والله صحيح انه انا بعد ما اعطيت فتره طويله من الوجبه البحر المتوسطيه كان هناك انعدام تقريبا لحاله حدوث مثلا الكارديوفاسكولار ديزيز، وبقدر اعمم الفرضيه تبعتي. فهيك انا كثير منيح ممكن استخدمها الميتا اناليسيس، بجمع اكثر من دراسه مفرده وبقدر اجمع الريزلتس تبعتهم بشكل كبير. كمان انا بقدر في الميتا اناليسيس اعمل ستل للكونتروفيرسيس ارايزنج فروم كونفليكتنج ستدي. في كثير يا جماعه دراسات بتطلع نتائج مش طبيعيه، يعني بتكون صدمات لانه. فالحلو في الميتا اناليسيس انه تقدر تحل المشاكل هذه الموجوده. يعني اذا واحد بيقول لك اللي بياخد المارجرين ما بصيرش عنده مشاكل في الكارديوفاسكولار ديزيز، طلع لك واحد قال لك ما انا لقيتش عندي. انت لو عملت ميتا اناليسيس بتقدر تعمل تعديل للقصص هذه. بتقول لي عم بشكل واضح بعد ما عملنا 40 دراسه وجمعناهم وحددناهم
ولقينا انه فعليا الناس اللي بتاخد المارجرين احتمال كبير يصير عندهم امراض في القلب. كيف صار زي هيك عندك؟ لانك انت قدرت انك تعمل تحييد لكل الدراسات اللي كانت عندتنا لنا مشاكل وكانت فيها اختلافات واضحه بشكل كبير في قوه التاثير. امتى انا بقدرش استخدم الميتا اناليسيس؟ الميتا اناليسيس ما بستخدمها لما يكون في عندي اختلاف كبير في النتائج تبعتي. يعني عندي جمعت في الاخير في الميتا اناليسيس طلع عندي 10 دراسات. كل دراسه اللي جمعتهم من دراسات العشر هدول النتائج تبعتها تختلف، عدد الاشخاص اختلف، نسبه الدوز اختلفت، الديوريشن اختلف. فصار صعب جدا انك تعمل تشوف وين تاثير التريتمنت راح، لانه انت عندك اكثر من ديفرنت كومباريتورز. اذا صار عندك ديفرنت كومباريتورز حيكون صعوبه بالغه جدا انك تعمل عمليه الميتا اناليسيس. كمان اذا كانت الاوتكمز تبعتهم مختلفه، اذا كان الديسيجن اللي بتتعلق بكل واحده مش مرتبطه بشكل واضح مع الحلول الاحصائيه الموجوده في كل دراسه، فبصير عندي بصراحه اختلاف كبير في المقارنات، وانا هيك ما بقدر اجمع ما بينهم، فانت بتلفظها فورا. الحاله الثانيه لما يكون عندي هاي ريسك فور بايس، لو كل دراسه فيها كان اختيار خطا كبير في النتائج، والله اذا كان في عندي بايس والزلمه كان لعب في النتائج، الزلمه كان عنده سيلكشن بايس، في عنده كان ما فيش وضوح في عمليه اختيار الكنترول انترفينشن جروب، انا ساعتها حيكون صعب جدا اعمل ميتا اناليسيس لانه حيعطيني مؤشرات خاطئه. لما يكون في عندي سيريس بابليكيشن او ريبورتنج بايس كمان، يعني يجي له واحد بدل ما وزنه 70 كيلو بيحط له 40 كيلو و50 كيلو، انت قدرت تعمل التحديد هذا وعرفت انه في بايس في الريبورتنج والزلمه كان بيلعب في النتائج، ولما نشر النتائج تبعته كان برضه في مشكله فلعب في النتائج، انت ساعتها ما تقدر تعمل ميتا اناليسيس لانه حيأثر بشكل كبير على مصداقيتك وعلى ايضا جوده الميتا اناليسيس اللي انت عملتها. بالنسبه للميتا اناليسيس هناك العديد من المحطات لازم نشوفها. وليش اول مره تم ذكر مصطلح الميتا اناليسيس كان 1976، وهو طبعا كان تعريفه انه انا بعمل اناليسيس اوف اناليسيس، بتحلل المحلل اصلا او تحليل ما تم دراسته ونشره وتحليله. هي عباره عن statistical analysis of the large collection of analysis results from the individual studies. انت بتجمع تجميع كبيره من نتائج تم تحليلها ونشرها لدراسات مفرده بغرض انك تعمل integration للفايندنجز تبعتهم. انت بتعمل integrating وفهم كبير للفايندنجز. It cannot its connotes a rigorous alternative to the causal narrative discussion of the research study. طبعا هي عبارة عن بديل قوي جدا لكل النقاشات السببية الوصفية للresearch study. هذا طبعا بوضحنا قديش انه هذا مهم جدا نعمل الميتا اناليسيس. طبعا الميتا اناليسيس كان بيستخدم الكوانتيتيف ريفيو بروسيجرز عن طريق انك تعمل دمج للاحتماليه تبعت الفاليو الزد سكور، او انك تعمل اكيوميليشن للافكت اوف ذا سايتس، وطبعا الكوهن ستاتستكس الموجوده. الميتا اناليسيس شو اللي لازم اعمله انا؟ يا جماعه العمليه الميتا اناليسيس هي عمليه صحيح منظمه ولكن مش معقده كثير زي ما احنا متصورين، لكن هي تتبع زي بروتوكولات، اذا انت اتبعتها بتقدر تعمل سترونج ميتا اناليسيس. الاشي الثاني بدك يكون الفريق اللي تشتغل معاه فريق يعني مقسم في المهارات، في فريق بيقدر يجيب لك يبحث عن الارتكلز او مانوسكريبتس المنشوره حسب بروتوكولات معينه، فريق بيقوم بعمليه قراءه سريعه لكل ملخصات واستبعاد الدراسات الغير مطابقه او التي تحتوي على سيلكشن بايس واضح في الدراسه تبعتها. الناس التانيين مطلوب منهم انهم يعملوا سمرايزنج للسيلكتد انديفيدوال ستاديز، وفي ناس مطلوب منهم كمان يعملوا عمليه ري اناليسيس للريزلتس.
يروح يشوف التأثير البايس، يقلل من حجم العينة، في شيء يعني يعمل كومبايننج لكل الريزلتس، ويعمل سيبريت سينجل سترونج اناليسيس، وبيعطينا جود استيميت للإفكت. شو البرنسبلز والبروسيجر اللي لازم اتبعها عشان اعمل ميتا اناليسيس؟ اول اشي لازم يكون الميتا اناليسيس اللي بدي اعمله جود بلاند، لازم يكون مخطط بعناية فائقة. الاشي الثاني لازم يكون عندي بروتوكول مكتوب وواضح بشكل مسبق قبل ما ابدا اعمل الميتا اناليسيس، يعني لازم يكون ان ادفانس بشكل مسبق. الاشي الثاني لازم احدد بشكل مسبق كمان شو الاليجيبيليتي كرايتيريا لكل دراسة لازم تنحط معي، يعني اذا انا بدي احط دراسات معينة تتعلق بفيتامين دي وعلاقته بالاوبيزيتي، لازم احدد شو نوع فيتامين دي اللي بتاخد كسبليمنتيشن، وشو تأثيره كان بالنسبة للاوبيزيتي، هل اوفر ويت اوبيز ريدكشن في الويت انكريزنج في الويت اتسترا. لازم يكون في عندي كومبريهنسيف سيرش فور ذا ساتش ستادي، عملية السيرشنج للستاديز لازم يكون كاملة وشاملة لكل المواقع اللي ممكن يتم نشر فيها دراسات طبقا للمعايير الموضع بشكل سابق، طبقا للبروتوكول اللي تم تخطيطه بشكل مسبق. الاشي الثاني لازم اعمل عملية ديسبلاينج بشكل جرافيك لكل الريزلت للانديفيدجوال ستادي. في عندي دراسات مفردة بروح بجمعها، بروح بوضح بشكل كبير العملية تبعتها يعني. وبشوف كمان هيتيروجينيتي تبعتها، والله شوف قديش في درجة التجانس والاختلاف ما بين الدراسات اللي انا بدي انا احطها في الميتا اناليسيس. وكمان الاشي السادس لازم اعمل عملية كومبايننج. الكومبايننج هي عملية جمع لكل الستاتيستيكال ميثودز الموجودة، وبحطها بشكل صحيح، لانه في ناس كتير تعمل ابحاث بس بكون طريقة الاحصاء تبعها خطأ، فانا بستخدم طريقة جيدة كاحصاء وبجمع البيانات برو داتا وبروح بحطها في مرة جديدة، وانا بعالج مشكلة الاخطاء اللي بيقع فيها الباحثين من ناحية احصائية. بعدين بعمل sensitivity analysis وبتأكد من قوة التأثير الاستيميت المتحد او المشترك، وهيك انا بقدر اعمل ميتا اناليسيس. العملية طبعا الجنرال بروسيس تبعتها بعمل ديفلوبينج للريسيرش كويستشن، بشوف السؤال شو تأثير اللي بياخده شطة حمراء على الوزن، هذا السؤال تبعي. بدي اعمل ديفلوبينج للسيستماتيك بروسيس اللي بتحدد فيها عملية اختيار الدراسات، هل لازم يكون راندمايز كلينيكال ترايل صحيح، هل لازم يكون اخده ريد شيلي صحيح، هل هو لازم يكون كامل ولا كبساسين؟ لا بدي كبساسين. قديش اخذوه؟ لمدة شهر؟ لمدة شهر. مين هم اللي اخذوه؟ عندهم اوفر ويت الاوبيز، عندهم اوبيزيتي. فهيك انا بعمل ايدنتيفاي للستادي تبعتي، وبقدر اعمل ديفلوبينج للريسيرش كويستشن شو علاقة الكبساسين مع اللورينج ان ذا ويت امونج اوبيز بيرسونز. بعدين بعمل سيلكشن للستادي تبعتي بناء على المعايير اللي حطيتها مسبقا وحسب الاستراتيجيات البحث اللي انا وضعتها. بعد هيك بروح بحدد كل الدراسات اللي انا بدي اياها وبحطها في الميتا اناليسيس تبعتي. طبعا في مشكله كبيره بتواجه الباحثين انهم كميه الابحاث بتكون مرات ضخمه جدا، فبكون صعوبه في تحديد مين هي الكويس، فبضطر يقرا ويعمل ريدنج سريع جدا للابستراكت حتى يستطيع انه يحدد مين الدراسات اللي بتخش معنا ومين عملها اكسكلوجن اكوردنج تو ذا كريتيريا اللي حسب ما حطيناها مسبقا. بعمل سيلكشن ما بين الفيكست افكت موديل والراندوم افكت موديل كمان، هذا كثير مهم، يعني لازم يكون عندك قدره ما بين التاثيرات الموحده والعشوائيه للدراسات تبعتي، وهذا بيعطيك طبعا قوه بشكل واضح على مين احسن الدراسات ومين اللي طلع عندها بشكل. بيعمل كالكوليشن للسمر افكت، وبعد هيك بيعمل انتربريتيشن للريزلتس وبفهمها وبدرجها بشكل جيد بناء على اللي انا وجدته بشكل منيح. بستخدم طبعا الانترفال اوف ذا كونفيدنس بتكون 95%، وهذا فحص كبير للهيتيروجينيستي اوف ذا ريزلتس. طبعا احنا حكينا اول شيء لازم اعمل ديفايننج للريسيرش كويستشن، ولازم اعمل بلاننج صح للاستدي، عشان هيك لازم احط الاسئله الاوليه هذه عندي.
which comparisons should be made؟ إيش النوع المقارنات اللي لازم أعملها بين الدراسة؟ إيش ال study results؟ شو النتائج اللي لازم أنا أستخدمها في كل مقارنة؟ هل النتائج تتعلق بالنقص في الوزن؟ هل النتائج تتعلق بالزيادة في الوزن؟ which is the best summary of the effect for each comparison؟ كيف ممكن أنا أعمل تلخيص للإفكت على السمري؟ يعني مثلا فيتامين دي لو أخدته ممكن يحسن المزاج، يبقى تأثير فيتامين دي supplementation on enhancement of the mood، وبنشوف هل الإفكت هل تبعه إنه مثلا one year of supplementation، one month of supplementation by مثلا 15 microgram of vitamin D on enhancement of cognitive function أو enhancement of المود. فأنا بعمل summary، أحسن تلخيص للإفكت لكل مقارنة أنا اخترت ما بين الدراسات. الإشي الثاني كمان، are the results of the study similar within each comparison ولا لا؟ هذا كتير مهم. هل الدراسات نفسها النتائج تبعتها متشابهة بالنسبة للمقارنات؟ يعني مثلا في واحد درس في دراسته تأثير فيتامين دي على المزاج، الثاني تأثير مثلا فيتامين دي على الانتحار، وهذاك درس تأثير فيتامين دي على الإحساس بالوحدة. فيها اختلاف في الكومباريزن، ما بقدر اعمل، ما في سيميلاريتي هان. فلازم، مهم جدا انه لازم الريزلتس تبعت كل نتيجه يكون فيها سيميلاري حتى اعمل كومباريزن صح. بعدين الشيء الخامس، هاو ريلابل ار ذوز سامريز، قديش هدول السامريز عن جد ريلابل ومصداقيه وعاليه جدا فيها الواقعيه تبعتها بشكل منيح. هان وضحنا البروت فيرسس نارو ريفيو كويستشنز. لما انا استخدم سؤال يعني محدد جدا ولا السؤال فضفاض، شو الميزات وشو العيوب لكل واحد. ناخذ مثال هان لانه مختار، هما choice of participant اللي انا بدي الparticipant اللي هم المشاركين بدي اشوف السؤال تبعي. الكورتي كوستيرويدز injection for the shoulder tendon tendonitis، هذا very very narrow question، سؤال كتير ضيق جدا. استخدام الكورتيزون للناس اللي عندهم التندولايتس في الكتف، هذا سؤال كتير narrow. ممكن استخدم سؤال تاني عشان احدد مين المشاركين اللي هاخدهم، مين المشاركين اللي اخدوا كورتيزون انجكشن فور اني تندون مش في الشولدر، هذا برود واسع، ممكن يكون في الرجلين، ممكن يكون في اي مكان تاني. اوكي، الميزات لما انا استخدم narrow، عفوا لما استخدم واسع سؤال في تحديد البارتيسيبنت تبعونهم، انه انا هيك بقدر اعمل كومبريهنسيف سامري للايفيدنس تبعي، يعني تلخيص شامل لكل الدلائل الموجوده عندي، وبقدر اعمل ability لعمليه تقييم انه اعمم اللي انا وجدته او لا لكل انواع الدراسات. بس الديس ادفانتج تبعتها انه انا ممكن احتاج يعني مشكلة كبيرة، بحتاج عملية داتا سيلكشن، داتا سيرشنج، داتا اناليسيس، لأنه أنا عندي مصادر عديدة مختلفة، واحتمال كمان يصير عندي مشكلة في عملية الهيتيروجينيسيتي، إنه ما في تجانس، الاختلاف في الكتف بيختلف عن الرجل، عن الكعب، عن هذا، فهذا ممكن يعمل لي مشكلة في عملية اختيار الأسئلة. لكن لو أنا استخدمت ناروسكوب لعملية اختيار البارتيسيبانت، الحلو فيها انه هذه مور مانجبل، حتى انه استطيع انه خلاص اللي في عنده في الشولدر بحط، ما فيش انسى، واسهل في عمليه القراءه، هذه مميزات. ولكن العيوب تبعتها انه العمليه انه الاقي ايفيدنس احتمال كبير يكون نادره، ما يعني مش كثير من الصعوبه، مش سهوله انك تلاقي دليل واضح ما بين، لانه الدراسات بتكون قليله جدا. الفايندينج مي نوت بي جنرالايزد، صعب جدا تعمم النتائج، لأن أصلا يعني هذه منطقة الكتف، فما بتقدر تحط إنه الكورتيزون كويس لمنطقة تانية زي الرجل مثلا، شفتوا كيف؟ فهذه هي المشاكل اللي ممكن تواجهنا. فعملية الاختيار الأسهل تبعتنا إذا كانت سؤال برود سكوب ولا نارو سكوب، كل واحد له مميزات وله عيوب، وهذا بيعتمد على الريسورس تبعتك. طيب،
شو الخطوات اللي لازم اعملها في عمليه الميتا اناليسيس؟ في هناك هل خطوات معينه لازم اتبعها في عمليه الميتا اناليسيس او لا؟ بدنا نشوف الايه الستبس اللي لازم يكون عندي في عمليه ورحنا. تمام، اول شيء سيستماتيك ريتشر سيرش، بدي اشوف انا عمليه البحث بشكل ممنهج على كل الدراسات السابقه، بدي اشوف كمان الكواليتي تبعت الاستادي تبعتي، وبقدر اعمل تشيكينج للكلينيكال هيتروجينيسيتي ولا لا. في هناك لما عملت الكلينيكال سيتنج هل كان فيه هيتروجينيتي ولا لا؟ هذا كثير مهم عندي. كمان الطريقه الاحصائيه في لكل انديفيدوال ستادي، هل هناك كان نوع من هيتروجينيتي ولا لا؟ وبدي اعمل كمان كوانتيتيف سينثيسيس، وبدي اعمل كمان عمليه فحص للبابليكيشن بايس، هل كان نشر كان فيه بايس ولا لا؟ بدي اشوف كمان الكونفاوندنج فاكتورز، وحكينا الكونفاوندنج فاكتورز اللي هي العوامل ممكن تعطينا نتائج خاطئه، وبدي اشوف كيف كانت طريقه عرض لكل النتائج، وبدي اعمل عمليه انتربريتيشن للريزلتس بشكل منيح، واطلع كونكلوجن قابل للقراءه وللفهم بشكل منيح. هذه الجايد لاينز اللي انا بستخدمها في اعداد بروتوكول للميتا اناليسيس. اول شيء بتاكد انه في عندي بشكل واضح اهداف معينه للدراسه تبعتي، وفي عندي استراتيجيه تحليل معينه واضحه جدا. بدي اعرف برضه شو الدراسات اللي لازم احطها من ناحيه التصميم، شو الديزاين اوف ايتش ستادي شود بي انكلودد، وبدي اتاكد انه يعني هل الميتا اناليسيس انت عملها مقصوده ومعارفه وين رايحه وشو الهدف منها بشكل اساسي او لا. بدي اعمل كمان تحديد لكل الاوتكمز تبعتها تبعت الدراسات، هل هي كانت الدايكوتو مواس ولا كونتينيوس داتا، وات ايفر كان نتائج يعني بيانات ريزلتس منفصله ريزلت دائمه. هذه الامور المهمه جدا لازم احددها. بدي كمان اشوف الافكت ميجرز تبعت الانترفينشنز، هل كان في عندنا ريسك ريشيو، في عندنا اود ريشيو، شو الريسك ديفرنسز ما بين الدراسات، شو الكونتينيوس اوتكم طلعت معايا، شو الستاندرايزيشن اللي استخدموا. هذه الامور كثير مهمه عندي. بدي اتاكد كمان من الاستاتستيكال هيتروجينيتي، هذا كثير مهم. في عندي عمليه الاحصاء كانت فيها هيتروجينيتي ولا لا ما بين الدراسات المنفرده. بدي اشوف كمان الراندوم افكت ولا كان في عندي يعني فيكست افكت، هذا كثير مهم. بدي اشوف كمان الكلينيكال والميثودولوجيكال هيتروجينيتي، في كان عندي هيتروجينيتي في عمليه الكلينيكال سيتنج والطرق السريريه اللي استخدمتها والميثودز اللي انا استخدمتها ولا لا. وبدي اشوف كمان هل في عندي عمليه انه كان في عندي ريسك بايس ولا لا، وبدي اشوف بالنسبه للميسنج داتا كيف تم التعامل معها واذا كان في بابليكيشن بايس او لا. هان طبعا بوضحنا الكوكران هاند بوك فور سيستميك ريفيو اوف انترفينشنز، هذا كثير منيح الهاند بوك لو بدي اعمل سيستماتيك ريفيو لاي انترفينشنز، ايش الجايد لاينز اللي ممكن اتبعها حتى احدده. هان طبعا التفسير المنطقي والعقلاني ان استخدم الفورمات تبع الكوكران ريفيو هذا، ليش انا ممكن كثير كويس استخدم الجايد لاينز هذا. طبعا اول شيء انه هذا بيساعد بشكل كبير القارئين ان يلاقوا بسرعه نتائج البحث لما نعمل سيستماتيك ريفيو عن طريق الكوكران، بيساعد بشكل كبير على تقييم الفاليديتي والابليكابيلتي والابليكيشن لاي نتائج تم نشرها. والله اذا انا عملت سيستماتيك ريفيو وحطيته هذا بكون كثير منيح وبقدر انشره بشكل واعي. بيعطي كمان جايدنج ريفيو اوثرز تو ريبورت ذير ورك، يعني بوضح كيف انك انت كمؤلف للابحاث لما تيجي تكتب كيف تعمل خطوه بخطوه في عمليه كتابه البحث تبعك، بسهل بشكل كبير عمليه النشر الالكتروني للبيانات، وبساعد المراجعين والباحثين على المعلومات انه يجدوها بشكل اسهل، وبيقدر يعطينا كمان حاجه بسموها الامبيريكال ريسيرش ستدي اللي بتكون مبنيه على عده دراسات مسبقه. هناك الشيء الثاني، عرفنا كيف نعمل الكويشن، حنعرف الخطوه الثانيه كيف اعمل سيرش استراتيجيز. بالنسبه للسيرش استراتيجي مهم جدا اعمل
الكويشن تبعي صح. والله اذا عملت كويشن صح بدي انا يشتغلوا كله يكون صح. اول اشي بدي اعرف من وين بدي اجيب الداتابيز، وير اي هاف تو سيرش، وين بدي ادور. بدي ادور على داتابيز معينه، على مثلا بوب ميد، على بدي ادور على مواقع تانية. فانت تختار الداتابيز، وانت ممكن تقوم بعمليه السيرش باي هاند، او انك ممكن تسال برضو كمان اكسبيرت، ناس خبراء بيساعدوك في عمليه البحث عن الـ عن الانديفيديوال ستادي اللي انت بتدور عليها بشكل جيد. الاشي الثاني بدك تحدد المده، هذا كثير مهم، من 1990 ل 2020 اي بحث بتعلق بتاثير الغذاء على الكورونا فيروس. طب الكورونا فيروس ما كانتش 1990، ممكن يكون في 2002 لل 2012، مظبوط. يبقى بحط من 2000 ل 2020 وبشوف علاقة الكورونا فيروس او الميرسا او السارس وعلاقته مثلا بالايتينج او نيوتريشن ستيتس. ايش الثاني؟ ويتش لانجويجز، هذا كثير مهم. الالمان كثير بنشر ابحاث مهمه، والفرنسيين بس بتكون بالالمان والفرنسي. طب انت ممكن يكون على فكره فيري فاليبل، كثير بكون مهم. الصينيين مثلا في كثير ابحاث شفتها بالصيني، فانت ممكن تحدد اللغه. طبعا يعني صعب جدا انك تعمل ميتا اناليسيس وتحط دراسات بالصيني، عشان هيك اصبح اليوم كثير مهم. الالمان بيقدروا انه يعملوا باكثر من لغه مثلا، الفرنسيين كذلك، الطليان كذلك، بس نحن عشان طبعا اللغه العربيه عندنا للاسف الابحاث تبعتنا باللغه العربيه تكاد تكون شحيحه صفر. يعني بدي احكي لكم مثال صغير، كثير من دراسات الماجستير اللي انا بناقشها بتفاجئ انه الملخص العربي يعني يكاد لا يرقى انه يكون صف سادس اللي عامله، او صف ثالث اعدادي. يعني لغه ركيكه، لغه يعني بتلاقي الانجليزي كاتب بيرفكت ممتاز، يا الله ما احسنه. بتطلع على الابستراكت بالانجليش بالعربي بتلاقي يعني شيء يعني بتتفاجئ. وعلى فكره مش عند واحد، تقريبا انا ناقشت يمكن 12 طالبه وطالب ماجستير، للاسف يمكن ليش اقول 8 9 منهم كان نفس المشكله عندهم. اللغه العربيه تبعت الابستراكت ركيكه للغايه، لا ترقى ان تكون يعني مدرسة. فهذه مشكلة عندنا، اللانجوج فيه مشكلة. الابحاث تبعتنا نحن لازم تكون باللغة الانجليزية، انا بحكي لكم لانه لغة اليوم في العلمية اصبحت اللغة الانجليزية. صحيح زمان نحن كانت اللغة العربية تبعتنا هي الاساس في البحث العلمي، وكان اللي بده شخص واللي بده يبين كأنه زلمة هاي كلاس وسوسايتي كان يحكي عربي، كان يحكي عربي عشان يبين انه زلمة يعني غير شكل. اليوم احنا اصبحنا يعني للاسف انه اللغه العربيه يعني لغه، مش احكي لغه مش علم، بس يعني صعب جدا تيجي تحكي بالعربي تعمل مؤتمر باللغه العربيه. يعني حتى احنا اصبحنا الدراسه باللغه الانجليزيه اسهل 1000 مره باللغه العربيه، الشرح بالانجليزي اسهل 1000 مره بشرح العربي. فهذا هي المشكله عندنا، يعني هي معضله او ديليما مش عارف، بس حاولوا انه تكون اللغه لغه انجليزيه. بالنسبه لعمليه الالكترونيك سيرش، هاو بتدور على فري تكست ولا بتدور على فلتر تستخدم فلاتر خاصة، ولا بتستخدم الميديكال سبجكت هيدنجز، هذا كثير مهمة انه تحط العنوان تبع الـ MES اتش، هذا الكومبايند ابروتش اكثر من طريقة ممكن تكون بتدور على فري او ميديكال سبجكت هيدنجز او الفلتر خاص في عملية البحث الالكتروني. ويتش سيرشز اوف ذا تيرمز، هذا كثير مهم. بحط مثلا فيتامين دي كوما سبلمنتيشن كوما obesity كوما lowering etc. بحط اربع خمس كلمات استهلاليه بحثيه استفتاحيه بدور عليها. documentation of the search strategy، انت لازم توثق بشكل جيد عمليه السيرش استراتيجي، عشان لو يجي واحد بكره يجي يعمل نفس طريقتك يعرف الخطوات خطوه خطوه كيف عملت. طيب كيف اعمل designing للسيرش استراتيجي عفوا. ممكن انا اعمل عمليه البحث بتكون قوية جدا إذا استخدمت عملية تحديد لكل التجارب السريرية اللي انعملت. يعني بحط كلمات إيش نوع الديزاين اللي بدي إياه، randomized clinical trial، شو نوع البارتيسيبنت، ميل فيميل، عندهم obesity ما عندهمش obesity، عندهم كورونا فيروس ما عندهمش، إيش نوع التايب أوف انترفينشن استخدموه،
هل هو experimental ولا comparatory؟ هل هو كان تجريبي ولا مقارني؟ بعدين type of the outcomes to be addressed، ايش نوع اللي بدك اياه من outcomes؟ هل هو reduction في الويت؟ هل هو increasement؟ prevention؟ treatment؟ هل الoutcomes طلعت على شكل numerical quantitative data؟ هذا المهم جدا نعرفه في الديزاين للسيرش ستادي تبعتنا. فالكلمات اللي بتحطها لازم تكون مختارة بعناية فائقة، ولازم تشاور فيها خبراء عندهم المهارة الجيدة في عملية الاختيار. شو الفاكتورز اللي لازم تعمل consideration لما اعمل developing criteria للtypes of the participants؟ هذا كثير مهم. في هناك بعض المعايير اللي لازم انا اديب بالي منها في عملية اختيار وتطوير المعايير اللي انا بدي اياها لنوع المشاركين في كل دراسة في الميتا اناليسيس. اول اشي، ايش معناته الديزيز بالنسبة لهم؟ هذا كثير مهم. هل هم الكارديوفاسكولار ديزيز اللي صار عندهم كان مثلا انسداد في مكان ما، هل عندهم اثيروسكلروسيس، هل عندهم مثلا كان اللي انا بدي ابحث عنه بالضبط الديزيز هو مثلا elevated في low density lipoprotein levels، هل هو كان الديزيز اللي عندهم انه مثلا cystic fibrosis، هل كان عندهم فلازم احدد بالضبط شو هو الكونديشن تبع البارتسيبنت، تحديد واضح وصريح يكون بشكل منيح. اوكي، وات ار ذا موست امبورتنت كاركترستكس، هذا كثير مهم. ايش اهم الصفات العامه والهامه لكل المشاركين؟ مثلا على سبيل المثال رجال كانوا يعملوا مثلا في المناجم، هذا تعريف واضح صفر لهم مهمة جدا. الرجال اللي ساكنين او القاعدين في بيوت العجزة، هذا كثير مهم تعريف، هذا important characteristics تبعتهم. elderly participant subjects، هذا مهم. انا بديش بالاطفال، انا بدي elderly. lacting pregnant women، شفتوا كيف؟ فلازم تعمل characteristics شو هي المهمة ندور عليها حتى اعمل developing criteria صح لكل البارتيسيبنت اللي داخلين معايا في الميتا اناليسيس. مهم جدا تحدد الايج، سكس، الاثنيسيتي تبعتهم، العرقيه تبعتهم، مثلا بلاك امريكان، ايجيان، فلسطينيان، كوكازيان، وات ايفر كان. لازم اعمل سيتنج صح، اذا كان هوسبيتال ولا كوميونيتي دول، ولا كان مثلا في امونج مثلا يونيفرسيتي ستودنتس، هذا كثير مهم. السيتنج اللي اشتغلت عليه في اختيار السبجكت تبعونك مهم جدا. كمان شود ميك ذا دايجنوزس، مين اللي شخصهم هذول، واللي عرفوا انت ولا الدكتور؟ هيك كثير منيح والله، اذا كان هم مشخصين وعندهم وتعالجوا بريح وبكون احسن واكثر مصداقيه. او انك انت اخذت عينات دم واللي كان دمه مثلا اللي عنده هاي لو دنس لايبوبروتين اخذته، واللي ما عندوش عملت له اكسكلوجن، هذا برضه يعني في الدراسات تبعتنا. فاذا كان هم الباحثين اللي هم اختاروا ولا كان المستشفيات اللي هي اللي اختارت، هذا كثير مهم. اذا كانت المستشفيات بكون مصداقية اعلى غالبا يعني. Are there other types of the people؟ ممكن في ناس ثانيين فئات معينة يخش وانا بشتغل عليهم، وايش نوعهم ونمطهم؟ طبعا هذا بالنسبة للـ type of participant. بالنسبة للـ types of intervention بدي افهم ايش نوع الـ experimental والـ control intervention اللي انا بدور عليها. هل هي randomized clinical trial، double blind، single blind، triple blind، قديش كانت الدوز والمدة تبعتها، ومين عمل delivery، وايش كمان البيرسونال deliver it، مين الاشخاص اللي اعطوا الدوزز هذه، وكم مرة اخدوها، وقديش الفترة اللي اخدوها، والتوقيت صباحي مسائي. هذول الاسئلة لازم نحط بشكل واضح في عملية التطوير للexclusion والinclusion criteria لاختيار interventions. إذا كان في عندي اختيار جيد حيكون التجربة واضحة بشكل كبير، والترايل كمان في عوامل مهمة جدا في لازم أدير بالي منها في عملية اختيار الأوتكمز. إيش المين أوتكمز كانت؟ هل هي كانت مثلا بتسلط الضوء على البيشنت امبورتنت أوتكمز على نفس المريض، ولا كانت مثلا البينيفيشال أو الأدفيرس انترفينشن، ولا كانت سكندري أوتكمز؟ بدي اشوف يعني ايش المين اوتكمز اللي طلعت معايا، هل هي برايمري اوتكمز، سكندري اوتكمز، وعلى مين طلعت بالضبط. الاشي الثاني كمان انه لازم تغطي كل انواع السايد افكتس اللي موجوده، وممكن كمان تخش على داتا ثانيه زي الداتا الاقتصاديه، الداتا الاجتماعيه، الداتا
أنا لازم أحدد كل شيء بشكل جيد. كمان مهم جدا في عملية السيرش استراتيجي إن أدير بالي من قصة إنه أخطط تخطيط جيد. والله إذا خططت تخطيط جيد في عملية السيرش استراتيجي بكون منيح. طب عشان أخطط صح إيش لازم أعمل؟ أول إشي بدي أشوف إذا كانت الريفيو is limited to randomized clinical trial، وأنا بدي أشوف كمان إيش اللي بدي أحطه داخل الدراسة تبعتي، إيش المتطلبات اللي أنا بدي إياها في عملية تحديد السايد إفكتس تبعت الانترفينشن، وبدي كمان أحدد إيش نوع الدراسة والانترفينشن اللي عملت، وكمان بدي أشوف المناطق اللي تتعلق بالجيوغرافيكال سيتويشنز، وبدي أشوف كمان عملية تقييم الانترفينشنز مين اللي قيمها وين كانت، وبدي أشوف كمان إذا في دراسات مش مشهورة. في الموضوع الأخير اللي نحكي عنه اليوم اللي هو عملية السنسيتيفيتي وعلاقتها وخلافها مع البريسيجن. أغلب السيستماتيك ريفيو بتوضح الهدف الأساسي تبعها أن أتأكد أنه في عندي مصداقية عالية في النتائج تبعتي وتوضيح لأهمية الأبحاث، بس في مرات بكون في عندي سنسيتيفيتي مشكلة فيها، أنه أنا مرات بحط عدد كبير من الأبحاث، وهذا لما أزود بشكل كبير من الأبحاث بتقل عندي بريسيجن. فاللي بدي أفهمكم إياه بشكل مختصر شديد إنه كلما زادت عندي السنسيتيفيتي كلما احتمالية قلت عندي البريسيجن، لأنك أنت حتجيب دراسات من كل مكان، ولما تجيب دراسات من كل مكان بتقل عندك البريسيجن المختصة بالقدرة على تحديد الدراسات اللي أنت بدك إياها بشكل صحيح. فعشان هيك مهم جدا إنه ما أكون عندي هاي سنسيتيفيتي بشكل عالي. منيح إنه يكون عندي سنسيتيفيتي بس ما يكونش مبالغ فيها بشكل كبير حتى ما افقد البريسيجن تبعتي في عمليه السيستماتيك ريفيو بشكل اساسي. اليوم عرفنا كيف نعمل الخطوتين الاولانيات الميتا اناليسيس، وعرفنا اهميتها، وعرفنا ليش لازم اعمل ميتا اناليسيس، الاعتبارات الموجوده تايب ايرور 2 1 وايش الليميتيشن ما بين الدراسات، ايش الفرق ما بين سيستماتيك ريفيو والتراديشنال ريفيو وانواعهم بشكل كبير. المحاضره الجايه بنكمل كيف نكمل الميتا اناليسيس بشكل اساسي. يعطيكم الف عافيه، وبتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله.